أعلنت الأمم المتحدة أن 500 شخص على الأقل بحاجة للإجلاء الطبي العاجل من الوطة الشرقية في سوريا. وقال منسق الأمم المتحدة الإنساني في سوريا إن المنظمة بحاجة إلى هدوء تام حتى تتمكن من تقديم الغذاء المطلوب لنحو 400 ألف شخص في المنطقة. وسجلت الغوطة الشرقية معقل الفصائل المسلحة أعلى نسبة سوء تغذية بين الأطفال منذ بدء النزاع في سوريا.